تعالوا مع بعض نعمل السيزر سلطة بطريقة جديدة النهاردة. وايه السيزر سلطة؟ السيزر سلطة دي حاجة لطيفة كده، خاص لازم ياخد الصوص بتاعه او الدريسنج بتاعها، بيكون في عملية التبريد عشان السلطة دي لازم تكون ايه؟ مبردة، يعني فيها عملية تبريد عالية جدا. الخس طالع من التلاجة والصوص طالع من التلاجة، ازاي الكلام ده هنشوفه مع بعض. طبق التقديم، معانا خس كابوتشا، معانا خبز محمص في الفرن او توست زي ما انت حابه، موجود معانا اهوت زي الفل. ناخد الخس ده كده. كابوتشا دايما يعني هي لازم تتغسل طبعا، ده اكيد. بتقطعها ورق زي ما هي كده، ما بستخدمش فيها سكينه. كابوتشا السكينه ما تمشيش عليها. ليه يا عم الشيف؟ تتقطع بالايد كده، تبقى لطيفه وجميله، لان هي ما هيش الخس البلدي. الخس البلدي مش موجود دلوقتي. او مش الموسم بتاعه يعني. دي الكابوتشا. وانت بتشتري الكابوتشا لازم طبعا تكون طازه زي دي كده. الخضروات الورقيه بالذات بتتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع. تعملها في البيت دي لطيفه على فكره، ممكن تكون وجبه عشاء كفايه قوي على فكره، مفيش مشكله. مع علبه تونه انشوجه تمام زي الفل. التفاح الاخضر بتاعنا اخباره ايه؟ اهو باخد التفاحيه دي كده برضو بقدمها بشكل جديد. حلو. اخواننا الفرنسويين بيعملوا السلطه دي لطيفه كده، بيحطوا معاها عين جمل، بيجودوا يعني طبعا، يحطوا معاها اصابع البقسماط، حطي معاها شرايح من الدجاج مشويه اهو. خاص التفاح، عشان ليه تفاح اخضر؟ عشان يبان في قلب السلطه كده. انا بشيل القشره بتاعته دي علشان ايه؟ لو في اطفال اكلوا منها، كبار السن اكلوا منها. حلو. ممكن تحطي معاها شويه زبيب، اختياري برضو. دي كلها افكار انا بديها لك، بس هي الفكرة تبقى عندك ثابتة إن السيزر سلطة متنوعة. نعم يا غالي، ممكن والله عادي. خلي التفاح الأحمر مش هيقول لأ، بس أنا اخترت الأخضر عشان الألوان والتنسيق في قلب الطبق. إنما لو حطينا تفاح أحمر أبد، بالعكس هيبقى حلو ولطيف، وأنا بحبه أصلا. أنا مش بحب الأخضر ده، بحس إنه مزز. انما التفاح الاحمر فيه نسبه سكريات حلوه لطيفه وجميله، بدل ما اكل واحده باكل اتنين. اذواق بقى. ادي تفاح، يشيل ده كده من هنا. خلي بالك البذر لازم تخلصي منه. نيجي بقى للصوص بتاعنا. خلي التفاح، فص ثوم، زيت زيتون. هنعمله مع بعض ازاي واحنا واقفين كده سريعا. دي الصلصه الفرنسيه يسموها، سميها باسمك انت بقى. حلو. انا مش مقتنع بحاجات مسميات دي، اللي بيعمل حاجه تتنسب له على طول. ادي خلي التفاح، بتجيبي نوعيه جيده. في خلي بلسمك، ده سعره غالي شويه وحامض جدا. ده توم، زيت زيتون. حلو. رشة فلفل اسود صغيرة، ممكن نحط مستردة اختياري. شفت الصلصة على طول بتاخد قوام. هو خلي التفاح بديل لعصير الليمون، حبة عصير ليمون ده اختياري برضو. شفت خدت قوام ازاي؟ برضو ادي شوية عصير ليمون ده اختياري. اذا بتحب الحمضيات جامد جدا، ولكن نصيحة مني، هتاكلي حمضيات كتيرة فيها خل وفيها عصير ليمون، ما تنزليش على معدة فاضية، يعني ما تبقيش ما فطرتيش
ما تغديتيش وتاكلي طبق سلطه فيه خل وليمون، فيه حمضيات على طول ومشاكل مع القولون. خلي بالك لازم المعده تكون فيها اساسيات، يعني السلطه دي يفضل ان احنا ناكلها بعد الخضار السوتيه. اه الصلصه دي جاهزه، الحاجات الصحيه دي مطلوبه. ننزل بقى هنا كده اهي، شفت الصلصه دي اهي، تنزل قبل التقديم مباشره. اه توم، خل، زيت زيتون، عصير ليمون قبل التقديم مباشرة. الله على الصلصة. بنزينها بحاجات لطيفة كده، ادي توست المقرمش بتاعنا. اهو نعم حاضر اهو زي الفل. ما عندكيش العيش ده ممكن تجيب البقسماط. اه زي ما انت حابه، اهم حاجه يكون محمص عشان نحس بالقرمشه بتاعتها. ناخد دي كده نكسرها اهي بالشكل ده كده. اه سلطه هي لطيفه فيها كل حاجه برضه وصحيه 100% وحاجه تناسب خرجتنا بعد عيد الاضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير، وزحمه اللحمه والدهون والحاجات اللي احنا ايه شفناها في العيد. سيزر سلطة عجباني بجد، طبق ما يعني عايز بقى ايه انزل الوزن شويه، اقعد اسبوع بعد العيد كده اكل حاجات خفيفه. الكينوا يا شيف والخضار السوتيه برضو تقيل على المعده، وما ادري على الشاشه سيزر سلطة ايه الصوره الحلوه دي فيها خس كابوتشا. والله لو لقيت الخس البلدي تبقى انت احسن مني زي الفل. وعملناها بطريقه لطيفه، ممكن تحط صدر فرخه مشوي، حبايه علبه انشوجه ماشي تتحط عليها مفيش مشكله، علبه تونه اختياري. انا عاملها بصراحه من غير لا فراخ ولا تونه، اكتفيت بالتفاح الاخضر والخبز المحمص، وممكن تحط شويه عين جمل تبقى لطيفه. معانا عين جمل؟ اه معانا عين جمل، ممكن نحط عليها عين جمل تستاهل والله. اه تبقى لطيفه وحلوه، وعلى فكره عين الجمل عليها هيزيد من شخصيتها ويزيد من قيمتها الغذائيه العاليه. اه زي الفل برضو ده اختياري. عين الجمل على فكرة يفضل يتحط من غير تحميص زي ما هو كده، شفت ازاي؟ تحس ان السلطة خدت شخصية العمدة او شيخ البلد. اه شفت ازاي؟ ده عين الجمل عليها اهوت برضو، بقينا زي سلطة المطبخ الفرنسي اهو. ممكن تحط شوية زبيب اختياري، سلطة فيها كل حاجة. على فكرة البروتين اللي موجود في الـ المكسرات لطيف وجميل، بروتين آمن. الهرم الغذائي خضروات، لحوم، نشويات، كربوهيدرات اللي هو البقوليات، الألبان، منتجات الألبان، والمكسرات كلنا عارفينها إذا كان الفول السوداني أو الكاجو أو عين الجمل، كل ده. فمن ضمنها طبعًا عين الجمل، يعني أوميجا 3، يعني لطيف وجميل على السلطة.